على مهلك. معلش تعبتك يا رجب. أنا خدامك يا ريسة. لا ما تقولش كده، أنت بقيت صاحب المكان دلوقتي. على مهلك، على مهلك. على مهلي غصب عني، على مهلي. ربنا يديك الصحة. ده الواحد يا ابني بقى نفسه يتكرف منه كده مجرد ما يتحرك خطوة ولا اتنين. يديك الصحة وطولة العمر. ويخليك يا حبيبي. قعدني بقى. على مهلك. قعدني. ايوه. يعني. بص بقى يا عادل، متستغربش انا من هنا ورايح هندهلك باسمك الحقيقي. ما ينفعش يا ريسة، ما ينفعش. رجب الفرخ دوت اسم لبسني ولبسته، ولا انا ينفع اسيبه ولا هو ينفع يسيبني، وحتى لو سبته هيرجع لي تاني. البني ادمين دول يا ريسة عاملين زي الشوارع، مهما غيروا في اساميها برضه هتفضل بالاسم اللي الناس عرفتها بيه. انا هفضل رجب الفرخ لحد ما اموت. انت هتقلبها بقى ايه؟ الله، ايه يا ولا في ايه؟ كل ما ابص لك فاكر يا ولا رجب، هقول لك رجب عشان ما تزعلش. اول مره شفتك فيه عملت معاك ايه؟ عرفي. كانت مقابله حلوه الصراحه. يعني عارف يا رجب، اول مره شفتك فيها بصيت في عينيك وفي صوابع ايديك كده، عرفت ان انت مش متبهدل، وتأكدت ان انت ابن ناس، وحاجة من الاتنين، يا الدنيا بتاعتك طردتك يا انت هربان منها. وانا عمر نظرتي ما وقعت في الارض ابدا. يلا بقى. يلا ايه؟ يلا شوف نفسك. ما انا هشوف نفسي طبعا يا ريس، هشوف نفسي. بس لكن هقول لك حاجه. انت هتقعد تلكنلي وتبسبسني؟ لا ايه ولكن ايه؟ هو انت مش عريس؟ عريس. طيب العريس بيعمل ايه؟ بيهيص ويشوف نفسه. يلا شوف نفسك. اعمل ايه طيب؟ تخرج تتفسح تعيص تقضي ليلتك زي ما انت عاوز. الله مش عريس. وبعتلي البيت عفاف عشان تقلعني هدوم. طب ما انا ممكن انا اعمل ده يا ريس، انا ممكن اساعدك واعمل انا ده يعني لو عايزه، يعني لو ينفع، لو ينفع. بس اتكسف يا ولا، انت ابني عبيط. الموضوع مش زي ما هو في دماغك خالص. انت مش فاهم حاجه. انا ما ينفعش في الجواز، وحتى لو انفع مش ليك انت، ده انت عيل يا ولا. انا قد امك، ويمكن اكون اكبر من امك، قد جدتك كمان. عايز حاجه؟ الجواز اللي بيننا ده على الورق بس، والورق ده عشان ينفعك في دنيتك بعد كده. فهمت حاجه؟ قوم اندهلي عفاف. ماشي حاضر. الله يخرب عقلك يا رجب. الواد عايز يرمي نفسه في التهلكة عشان يثبت لي انه ذكر. اخ يا رجب، يا ريتني كنت انفع. والله لو انفع ما كنت عتقتك يا كلب. عطوفة يا ابني، انت مش عريس؟ عريس ايه يا عم عاطف؟ انت فاهم وانا فاهم. شكلك شارب جامد. عمين يا عاطف. عديت على بار كده في وسط البلد و13 بيرة لزوم المناسبة السعيدة. طبعا.
إلا ولا يا عاطف، وأنت مصدق اللي حصل لي؟ آه طبعًا مصدق، في مليون جوازة أرزل من كده بكتير. لكن كون إنك تتجوز واحدة مش عايزة منك أي حاجة، هذا شيء لا يصدقه عقل، تمام؟ وحتى لو شفته في السيما هقول إن ده نخرة، يا إما المخرج ضارب تحشيشة مش مظبوطة. مش عايزة منك أي حاجة؟ أي حاجة يا عاطف. ولا حتى يعني منك؟ ولا حتى يا صاحبي، عيب، أنا مش هخبي عليك حاجة. أنا عملت مبادرة مع نفسي وهي قالت لأ. أكيد هتعوز منك حاجة في يوم من الأيام، كل حاجة بتظهر في وقتها. أنت عرفت بقى الورث اللي هتورثه لك ده قد إيه؟ عرفت يا عاطف، ملايين ملايين. النعجة عندها ملايين؟ هي فلوس الشحاتة بتجيب ملايين؟ مش هيلاقوهم فين بقى؟ في أنهي بنك إن شاء الله؟ المخزن. الخراب اللي إحنا قاعدين فيها ديت هي دي الملايين. المتر فيها يا عاطف بيساوي الشيء الفلاني، وهي صاحبة المخزن. فهمت. وعليها مخ يا عاطف يوزن قد جسمها 18 مرة. بس مش مهم، أنا خدامها وتحت رجليها ليل قبل النهار. أصلاً اللي يحبني بإخلاص أديله رقبتي يا عاطف حتى لو ما طلبهاش. أصل أحلى حاجة في الدنيا الإخلاص. بمناسبة الإخلاص، فاكر البت اللي اسمها مبسوطة؟ هو في حد ينسى مبسوطة؟ مالها؟ قابلتها. قول كلام تاني. وقفت معاها واتكلمت معاها. مبسوطة بقت واحدة تانية خالص يا راجل. سبحان الله، قادر على كل شيء. دي الرئيسة هتفرح قوي قوي قوي. هي فين؟ هي فين فين؟ لا ما اقدرش اقول لك. أنا اديتها كلمة وده سر. جدع يا عاطف. البني آدم كلمة. وبعدين كل ده حلو. طالما أنت ما رضيتش تفضح سرها يبقى مش هتفضح سري. والأمانة حلوة. يا بنت اللذينة مبسوطة. اتغيرت ازاي البت دي؟ هموت واعرف ايه اللي حصل لها. عاطف انا عايز اخش دورة المية. شاب عاوز يقابل حضرتك. مين الشاب ده وعاوز ايه؟ بيقول ان هو مدير اعمال مدام ناهد جلال. خليه يتفضل. صباح الخير يا استاذه. صباح الخير. اتفضل. ماجد شلبي مدير اعمال الفنانه ناهد جلال. ايه ده؟ بسم الله ما شاء الله. انا شفت مديرين اعمال لفنانين على كل شكل ولون، وكلهم يشبهوا دسوقي افندي بتاع مسرحيه فؤاد المهندس وشويكار. لكن انت هني عليك برده، مثلت ولا لسه؟ لا يا فندم، صراحه ماليش في التمثيل، انا مدير اعمال وبس. كنت شغال عند مين قبل ناهد؟ ما كنتش عند حد قبلها. بس انت مش صغير عليها شويه؟ صغير ازاي يعني؟ على فكره انا مش جوزها، أنا مدير أعمال وبس. ما هي كلها أعمال. خير؟ المدام كانت عايزة تيجي تقابل حضرتك بنفسها، لكن زي ما حضرتك عارفة ظهورها في الأماكن العامة ده بيسبب لها مشاكل، وهي بتقول إن الصور بتاعتها اللي المجلة بتنشرها مش قد كده. غير ما تكمل الكلام ده حقيقي، بس أعمل لها إيه؟ على العموم إحنا لسه مصورينها صور جديدة، واللي مصورها مصور فرنساوي، يا رب تعجبك. نشوف. ايه ده؟ الظاهر انها بعت هدية. لا يا فندم، شايفة ان حضرتك تشتري الهدية اللي نفسك فيها. طول عمرها لماحة وذكية. نشوف الصور بقى. ايوه كده، هي دي الصور. لمسة الخواجة الفرنساوي باينة،
والإضاءة 10/10. عاوزاك تهنيها على اختيارها ليك كمدير أعمال. لا إله إلا الله، هتوحشيني يا حبيبتي. وإنتي كمان يا أم، هتوحشوني كلكم. ربنا معاك يا حبيبتي ويساعدك كده ويصلح حالك، وتزعلك ابي روح اشتكيها عند سيدنا النبي. يا أم عاطف، إن شاء الله ربنا هيهدي سرهم وهم في البلاد المباركة. يا رب يا رب، ابقي خلي بالك من بطنك. تعالى سلم على أختك يا عاطف. هتوحشني قوي يا عاطف. انت كمان يا حبيبتي. انا مش عارفه من غيرك هعمل ايه. مالي يا نوارة، اوعي تضعفي قدام جوزك في الغربة. لو نضحك نضحيه، خليكي ند ليه، هو اللي يخاف منك مش انت اللي تخافي منه. يا ابن الله يسترك، اذا كان كل كلامك بالطريقة دي يبقى بلاش منه احسن. هو ايه اللي بلاش منه يابا؟ ما هو لازم يوعيه. الله يهديك يا بنتي. تحب اجي معاكي المطار؟ لا يا حبيبي كتر خيرك، ما تتعبش نفسك. بصراحة مش طايق ابص في وشه، لو ضايقك ابعتيلي. وصل قبلوه انتوا. مع السلامة. السلام عليكم. ربنا يحفظك ويصونك. رجعنا بالسلامة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ايوه بيروت. ايوه بس الاحوال هناك مش مظبوطه خالص يا مجدي بيه، ده الضرب في كل حته. هتكون في امان، امان جدا. طب افهم السفريه الخطره دي عشان ايه؟ الشركه ليها فلوس هناك، انت هتستلمها، تمن البضاعه اللي سافرت لهم. هي الصفقه اللي الشركه عملتها دي كانت لحساب ناس في لبنان؟ هي الناس بتحتاج سلاح ليه؟ عشان الحرب. ولسه الحرب في لبنان شغاله؟ ايوه فندم، بس دول بيحاربوا بعض. الحرب في كل مكان عباره عن وحش اعمى. عشان كده نص شحنة اللحوم وصلت مصر ونص التاني جزيرة مالطا. النص بتاع مالطا هو اللي فيه شحنة السلاح. بس أنا على كده في حاجات كتير ما كنتش عارفها يا مجدي بيه. أولا العمليات اللي زي دي كل طرف بيحافظ على سرية الجزء اللي بيخصه، والمعلومة لازم تكون في وقتها. والمسائل اللي زي دي مش عايزة أسئلة كتير من أي حد. طبعا يا فندم. في موضوع ليا في صفحة 18. مساء الخير، في موضوع ليا في صفحة 18. موضوع جديد صفحة 18. هو الواد ده بيعمل ايه؟ باين عليه بيبيع جرايد. طب ما تندهه ونضحك شوية والنبي، بدل ما انت دمك تقيل كده. حاضر. عاطف تعال.
هيا يا كابتن. انت بتبيع جرايد ايه؟ لا انا مش ببيع، ده جورنال السهم ليه، في موضوع بكتبه كل اسبوع بوزعه على الناس النظيفه. ياه، على كده بقت صحفي؟ اه. لا يبقى لازم بقى نفرح بيك. بأمارة ايه؟ في عاطف ما يبقاش قلبك اسود كده، اقعد يلا نحتفل، ده انت بقيت صحفي، ثم انك عامل لي محضر في الاسم ما تنساش. مين كان يصدق انك تبقى صحفي؟ انت بتتنطق بسرعه يا عاطف. ومين كان يصدق انك تبقى من لاعب كره شراب في حاره لاكبر نادي في مصر وليك شنه ورنه وحاطط رجل على رجل كمان؟ الزم حدودك لفرج الناس كلها عليك. مش انا لوحدي اللي الناس هتتفرج عليا يا كابتن. الله الله، في ايه؟ احنا بنهزر اصلا. اقعد يا عاطف اقعد. وبعدين ايه اللي خلاكوا حبايب قوي كده؟ ايه اللي حصل؟ ما هو اللي فرقتنا هي برضو اللي جمعتنا. يعني البت اللي انتوا قطعتوا نفسكم عشانها خلقت منك ومني. بالظبط كده. البت دي كانت هتخسر النهائي الدوري يا كباتن. يلا بقى غارت في داهيه. هي هتتجوز يا سيدي. بنت الجزمه. فرحها بعد 3 اسابيع. ادفع عمري كله وبوظ لها الفرح ده. اي فرح ممكن يبوظ يا كابتن. ازاي؟ كرسي في الكلوب. كرسي ايه وكلوب ايه؟ انت فاكره فرح فوق سطح؟ ده فرح في افخم فنادق القاهره، والمعزوم فيه وزراء ومسؤولين كبار قوي. مفيش حاجه مستحيله. يعني عندك فكره تبوظ لنا بيها الفرح؟ بس من غير خسائر في الارواح ولا اي اصابات. من غير خسائر في الارواح اه، بس الاصابات دي ما اضمنهاش. بس تكون طفيفه. لا طفيفه، الفرح يتقطع عنه النور ساعه. الفنادق دلوقتي عندها مولدات كهرباء احتياطي، لو النور اتقطع بترجع بعدها بنص ساعه. عايزين حاجه اشر. طب لو لقيت لك اللي يعمل لك الحاجه الاشر، ايه المقابل اللي هو عايزه؟ بص انا عن نفسي هطلب حاجه واحده بس. ايه؟ انا سمعت ان في رجل اعمال جاب لك عربيه على الزيرو يا كابتن. العربيه القديمه هتعمل فيها ايه؟ ده انت بلوى يا اخي. ماشي يا سيدي، هديك العربيه القديمه. طب انا عايز ضمان. انا ضامن. انت لا. انا لا ليه؟ عشان انتوا شركاء وعلى راي المثل حدايه ضمنت غراب قال لك الاثنين طايرين. انت هتعقدها ليه بقى يا عاطف؟ يعني عايزني نعمل لك ايه يعني؟ نمديلك اصالات امانه؟ وبعدين احنا شعرفنا ان انت مش بياع كلام. افرض ما عندكش اي خبره في تبويز الافراح. لا عندي. العربيه تبقى تحت ايدي من غير اوراق، العمليه خلصت استلم اوراقها، العمليه ما خلصتش ترجع لك بالسلامه. يا ابن اللذينه، ده اللي عنده المخ ده مش يبوظ فرح، ده يبوظ البلد كلها. مبروك عليك العربيه يا سيدي. يا اهلا وسهلا. اهلا. الف الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. السيد بشير عز النهار. لا انا خليل ابو لطف. اهلا وسهلا اخ خليل. سعيد القصاص. عشية الاسامي. امال السيد عز النهار فين؟ موجود موجود وناطرك. تفضل. تفضل شرف. لا عاطف، انت كده ورطت نفسك يا صاحبي. دي عملية كبيرة واحنا مش قدها. دي عربية يا فرخ. إن شاء الله تكون طيارة يا جدع. الله. بعدين ما أنت اللي قايل لي إن العريس يبقى أبوه رئيس مجلس الشرطة، والعروسة أبوها هيبقى معرفش الراجل المهم ده اللي اسمه فؤاد لبيب. تفتكر الحملة دول كلهم هيعزموا مين؟ نص حكومة مصر تقريبا. أديك قلتها بلسانك، ما جبتش حاجة من عندي. محدش بيرمي نفسه في التهلكة يا بني آدم. ده أنت مش لوحدك، ما أنا معاك خطوة بخطوة. مش مطمن. انت بقيت خيخ يالا،
وانا هعمل العمليه دي بيك او من غيرك. استنى بس يا جدع، انت ما يبقاش دمك حامي. الله، انت عارف يعني اخوك يبقى عنده عربيه؟ قول موافق. موافق. فكر لنا في فكره وانت حرام. والست فاطمة اشتكت جوزها من بيت الأرض، حكم لا تاخد منه. استني. ايه؟ لابسة وبتغندرة كده ورايحة على فين؟ مشوار يابا، أمي كانت بعتاني مشوار. مشوار ايه يا سميحة اللي أنت بعتها في البيت؟ جرى ايه يا ربيع؟ أنت كل حاجة عايز تعرفها، حتى الأمور اللي تخص الستات، روحي لها يا بنت عشان تيجي بسرعة. يلا. حاضر. ايه يا سميح؟ هو انا ماليش كلمه في البيت ده ولا ايه؟ بعت البيت فين؟ المشوار اللي رايحه تغريد مش هيعجبك. حس انه مش هيعجبني يبقى مشوار مش كويس. لا، المشوار كويس، بس انت ليك دماغ وانا ليا دماغ، واللي اهم مني ومنك الدنيا اللي حوالينا ليها دماغ غير دماغي ودماغك. يا سميحه انا مش ناقص. اطمن، تغريد خرجت تتفسح. بتقول ايه يا وليه؟ زي ما سمعت كده، خرجت تتفسح لوحدها. لا مش لوحدها. امال مع مين؟ مع شاب طيب وابن حلال، هي ميلاله وهو ميلها. يا وليه انت بتقولي ايه؟ انت اتعبطتي؟ هو في دلوقتي شبان طيبين واولاد حلال؟ خصوصا مع اولاد الناس؟ هو انت عقلك خرج من راسك؟ بقول لك ايه؟ شوف بقى، وطي صوتك كده وبلاش تغلط. هو انا يعني هرمي بنتي في التهلكه؟ امال اللي بيحصل ده اسمه ايه؟ يا سلام، يعني انت لما خرجت معايا قبل ما نتخطب كنت انا رميت نفسي في التهلكه ولا كنت رميت نفسي في التهلكه؟ يا سميحه، على ايامنا كانت الدنيا غير الدنيا والناس غير الناس، لكن دلوقتي منين انا هعرف الشاب اللي رايح اتقابله ده محترم ولا مش محترم، ابن حلال ولا ابن حرام؟ ما علشان كده الناس بتقابل بعضيها عشان تفهم بعض. كفايه ان احنا دمنا سايل ومجروحين من جوازة بنتك نواره. منهم لله اللي لحسوا دماغك وخلوك تسلم بنتك او البختك لواحد اعوذ بالله منه. اذا كنت خفت في جوازة بنت نواره، لكن إن شاء الله مش هخيب أبداً في جواز بنت تغريد. علشان كده بقى سيبني أدبر أمور بنتي. تدبر أمور بنتك إزاي يا وليه؟ بإنك تخليها تروح تقابل جدع غريب إحنا ما نعرفوش. يا وليه الناس تقول عليك إيه؟ بقول لك إيه؟ شوف بقى يا ربيع، حاسب على كلامك. أنا واثقة ببنتي، ده لو شعرة من شعر راسها نقصت ولا الريح طيرها هعرف قبل ما أشوفها. واثقة ببنتك، لكن ما انتش واثقة في الجدع اللي هتقابله. لا، انا برضو واثقه في الجدع. ليه يعني؟ تعرفيه؟ ما انت كمان تعرفه. مين هو؟ احمد كشاف النور. ابن اللئيمه، عرف يعملني كوبري. وهيقابلها فين يا سميحه؟ انا قلت له يعني يروح يقعد معاها يتكلموا وسط الناس في جنينه كده على النيل. فانهي ده يا الجنينه دي؟ ولاش عرفني؟ هو انا يعني كنت بروح جناين قبل كده؟ الله يا اخي، خليها بقى تشوف اللي ما شافتوش. وصل الضيف معلم. تفضل. شكرا. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا فندم. شو اخبار مصر؟ مصر على العال الحمد لله. والباشا الكبير شو أخباره؟ طمني. لا طمن، الباشا بخير وفي أحسن ما يكون. ياريت بقى حضرتك تطمننا على البضاعة. وصلت كل شيء تمام وصارت عند الشباب. طب الحمد لله، احنا دايما عند كلمتنا. ونحنا كمان عند كلمتنا. طبعا طبعا يا سيد عز النهار طبعا. بس هالمرة ظروفنا استثنائية ورح نتأخر شوي بالدفع. تأخروا قد إيه بالظبط؟ قبل حال الباشا الكبير معه خبر الظروف وأكيد رح بقدرها. آه طبعًا أكيد، بس بصراحة كده يا سيد عز النهار، إحنا كنا محتاجين المصاري دي ضروري قوي عشان نسدد تمن البضاعة. يعني إذا هالقد مستعجل بفهمك. أنا أكيد ما بحب أخر لك شغلك، رح أعطيك بضاعة تيسر فيها أمورك. هو حضرتك تقصد يعني هتدينا بضاعة مقابل السلاح اللي وصل لكم؟ صح، انتوا شركة كبيرة ومعروفة. إذا كان كده مفيش مانع، بس أهم حاجة يعني البضاعة دي يبقى لها سوق في مصر.
نخب أول بمصر وبكل أنحاء العالم. هذا أنت شوقتني بقى أعرف نوع البضاعة. حشيش. انتبه، الحشيش اللبناني معروف إنه من أفخر الأنواع بالعالم. أيوة يا سيد عز النهار، بس الشركة بتاعتنا يعني ما بتشتغلش في النوع ده من النشاط. أصبح ما في قدامك إلا أنك تنطر. يوم اثنين، جمعة اثنين، ما بعرف. أنا لو محلك باخذ البضاعة وبتصرف فيها على حسابي. ولا من شاف ولا من دري. لا مؤاخذة بقى، المسألة لسه صعبة شوي. صعبة بتصعب أو أنا بتقول؟ أيوة أصل أنا ما عنديش خبرة. هي زبطت. هيدي بضاعة وهيدي بضاعة. بتبيعها بتسدي ثمن الصفقة والصافي مبروك عليك. أنا مجلة الناس الشيك، مجلة الصالونات، وبعدين ده شكل تقابل بيه ناس محترمة وعليها القيمة؟ معفن وعرقان وريحتك تقرف. يا مدام أنا كنت بدرس تعليم سواقة. سواقة إيه إن شاء الله؟ ليه ناوي تشتغل على تاكسي؟ لا، هيبقى عندي عربية وكمان فيها تكييف، وبعدين أي حد في مكاني كان هيبقى شكله وريحته كده حتى لو كان حضرتك. أقعد يلا. بقول لك أقعد. أنا سمعت إنك بتبيع بسبوسة بالليل، صح ولا لأ؟ وأنا ببيع مخدرات؟ أنا بساعد أبويا وبصرف على نفسي كمان. كلام الإنشا بتاعك ده تقراه في الجرايد. لازم يبقى عندك هدف واحد تركز فيه. طب وعيش إزاي؟ دخل شغلانة واحدة ما يكفيش وإحنا عيلة. الصغير بيكبر. وبعدين عاوز أقول لك حاجة، في شغلانة الصحافة دي اللي بيبتدي معلم بيفضل طول عمره معلم، واللي بيبتدي صبي بيعيش صبي، وأنت كده صبي. مهما كان عندك إمكانيات مين في الصحافة، طول عمرك هتفضل في نظر زمايلك بتاع البسبوسة. ما في عظماء كتير كانوا زيي وأقل مني كمان. مش في مصر دلوقتي ومش في الزمن ده. بص حواليك وتعلم. جوع وانت صغير عشان تشبع وانت كبير، وامشي منفوخ وابويا الباشا وامي أصلها تركي، لأن ده سلو بلدك دلوقتي، ومعظم نجوم الصحافة الأيام دي بيعملوا كده. أنا قلت اللي عندي، تفهم ما تفهمش انت حر. ما تزعلش من كلامي، وافتكر ان السكر لونه ابيض والملح كمان لونه ابيض، بس الاتنين ما بيتحطوش في برطمان واحد. فاهم؟ ايه رايك؟ المكان حلو مش كده؟ جو تاني خالص. الحاره والمنطقه كلها يعتبروا سجن جنب الخاله والواسعه ده. عارف يا احمد، الولاد دول احسن من البنات في حاجات كتير قوي. يعني أهليهم مش بيخافوا عليهم زي ما بيخافوا على البنات. أنا لو كنت وقت كنت خرجت وشفت الدنيا. لكن في بنات أهليهم ما بيخافوش عليهم. صحيح، بس أنت إيه رأي سيادتك بقى؟ أنه هو الأحسن، البنات اللي أهليها بيخافوا عليها ولا البنات اللي بتسابين كده يعني؟ لا طبعا، البنات اللي أهليهم خايفين عليهم. على فكرة الكلام اللي انت قلته النوبة اللي فاتت عجبني. عجبك من حيث ايه؟ لا مش من حيث حاجة يعني، عجبني وخلاص. عشان كده كنت عايز اسألك كام سؤال كده. اسألي. هنا بقى كل واحد فينا يسأل التاني على راحته. طب تسأل انت الأول. ومين قالك اللي انا معرفكمش؟ أبوك يا راجل طيب، حلواني ممتاز، وأمك ست طيبة هي وأختك. اي نعم اخوك عاطف يعني متلخبط شويه، بس عادي يعني. طب وانا تعرف عني ايه؟ اعرف اللي انا شايفه دلوقتي، بنت حلوه وزي القمر، زي امها وابوها، وعشريه وتخطف القلب والعين. كتر خيرك. على ايه؟
عشان شايفنا حلوين يعني. بس احنا بقى او انا يعني بالاخص ما نعرفش عنك حاجه غير انك جدع طيب وعشري وشغال كشاف نار. طب انت عايزه تعرفي ايه بالتحديد؟ بص يا سيدي، انا بقى عايز اعرف اللي انت عايز الناس تعرفه عنك بس من غير زواج. انا من الفلاحين. هو باين. لا والله ما اقصدش، انا اقصد يعني ان دي حاجه كويسه. وانا ما زعلتش على فكره، انا من الفلاحين والفلاحين الغلابه كمان اللي اهاليهم علموهم بالعافيه. طيب ابوك وامك عايشين هنا ولا في الفلاحين؟ ولا هنا ولا هنا. ماتوا؟ امال لو كانوا عايشين يعني كنت هسيبهم واجي على هنا؟ طب واخواتك؟ امي ماتت وهي بتولدني، ماتت تاني يوم الولاده على طول، وابويا مات من 3 سنين، علشان كده سبت بلدنا وجيت على هنا مصر. اسمها القاهره، مصر دي كل البلاد، انت عارفه بقى القاهره بقت عامله زي برميل الترشي، بتقبل فيه اي حاجه يترمي فيها، جزره، قرن فلفل، وانا بقى حاجه من دول. لا لا ما تقولش على نفسك كده، هي دي الحقيقه ولازم الواحد يقولها. يعني هو انا لو وافقتك على كلامك اقول معاك حق، ملهاش لازمة برضو ليش في بلد انت مالكش حاجة فيها. لا ليه؟ ابويا الله يرحمه سايب لي 7 قراريط، ناوي ان شاء الله بيعهم وبفلوسهم اعمل مشروع تجاري صغير، ان شاء الله حتى افتح دكانة صغيرة كده، بدل ما انا عمال الف على البيوت طالع نازل. بقول ايه يا سيد عز النهار؟ هي عملية زي اللي احنا اتكلمنا فيها دي يعني في حالة نجاحها ممكن تعمل ربح قد ايه؟ بعد الكلفة والمصاريف ولا قبل؟ ايه ده؟ هو في مصاريف؟ مصاريف العادية، نقل، عمولة، إكراميات، تخزين، بتقدر بحركة 5-6 مليون مصري. إيه؟ يا نهار أبيض. تاجر المخدرات مثل تاجر السلاح، ممكن يشتري البضاعة بدون ما يشوف، تماماً مثل قائد العمليات بالحرب، بيدير الأمور من الخندق تحت الأرض. أيوة، يعني أنا دوري إيه بالظبط تحت الأرض؟ أنت رح يكون عليك بس تعرف مكان البضاعة وكلمة السر، هيدا كل شيء. بس هو ده كل؟ لا معلش ثانية واحدة، المسألة لسه صعبة عليا شوي. شوف، البضاعة رح توصل لعندك على مصر بأمان الله. أمان الله إيه بس؟ المخدرات. ولو كان، الله بيدبر. الزبون رح بيجي لعندك، تتفق أنت وياه على السعر وطريقة الدفع اللي بتعجبك. ساعتها بتعطيه كلمة السر وبتدله على مكان البضاعة. كل واحد بيعرف شو. ايوه بس انا برضو ما عرفتش هبيع لمين. انت ما تشغل راسك كتير، الزباين رح يجوا هني نفسهم لعندك. ايوه طب والزباين اللي هيجوا هني اللي عندي دول محل ثقه؟ مش جايز حد منهم يعني يكون خاين ولا حاجه؟ الخاين دمه معدور، ومش هو بس، هو وكل افراد عائلته. طب بالنسبه للراجل الكبير، اقصد يعني الراجل بتاعي، هيبقى عنده علم باللي احنا بنقوله ده؟ العملية عمليتك انت، هو مبروك عليه أرباح صفقة السلاح، وانت مبروك عليك أرباح صفقة المخدرات. مبروك. طب وانت عايش هنا ازاي؟ عايش عيشة الجزرة في فيرمير الترشي. يعني وانا في الشارع على طول ليه؟ سواء كنت في الشغل او بره الشغل. احنا 6 في مطرح اوضه وصاله. 6 في مطرح واحد؟ وصغيره جدا كمان. طب يعني بتساعكوا ازاي؟ ما بنجتمعش كلنا خالص. عاملين ورديات. كل 2 في ورديه وكل ورديه 8 ساعات. انما اللي احنا نجتمع مع بعض استحاله. ايوه كده. شجيني بالضحكه الحلوه. تغريد، انا عاوز اللي يخلص لي ويصبر عليا. عايز نديك رد؟ يا ريت. هو انت لو فضلت على حالك ده كده زي ما انت كده يعني ما اتغيرتش. اصبر عليك صبر نعس على ايوه. المعاصي بقت كده في العلن؟ خايفة؟ أولا أن تخاف الله.
مالكوش دعوه. كمان بتعلي صوتك يا خاطر. لا انت كده زودتها قوي. أهلك أهلك.